السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا شيماء امين، هعمل لكم ان شاء الله النهارده العدس الاصفر. في دمياط بيقولوا عليه العدس الرزي والعدس الاصفر او الكشري الاسكندراني مع البيض المدحرج، وهقدمه مع الزيتون المخلل اللي خللته معاكم قبل كده. تقدروا تقدموه جنب طماطم مخلله، جنب بتنجان مخلل، اللي تحبوه يعني، على حسب ما بتحبوه. ده شكله، شايفين شكله حلو ازاي؟ والبصل لونه ذهبي وجميل، وشايفين مقرمش ازاي؟ يلا بينا نشوف هنعمل مع بعض ايه. انا عندي كوبايه من الرز وكوبايه ونص من العدس. دايما خلي العدس اكتر من الرز شويه عشان يبقى باين طعمه كده ولونه في الرز. هغسلهم واصفيهم. وعندي هنا بصل مقطعاه بالنص ومقطعاه طرنشات، هعفره كده بمعلقه نشا. النشا بتخليه مقرمش ولونه ذهبي وجميل، ويفضل مقرمش معاكي لتاني يوم، ما بيطراش معاكي خالص. ممكن بعد النشا لو مش موجود عندك نشا استعملي خل او دقيق، فانا ما دام عندي نشا بفضل النشا. تمام، هعفره بالنشا كده وافكه من بعضه وهركنه على جنب شويه على ما اعمل العدس. عندي بقى هجيب حل على النار استعمل فيها زيت على معلقه سمنه بلدي. السمنه البلدي في العدس بتدي ريحه وطعم حلو قوي. هسخنهم كويس وهنزل بالعدس بتاعي اقلبه كده كذا تقليبه لغايه ما يتغلف كويس بالماده الدهنيه بتاعتي علشان ما يعجنش مني. تمام، والعدس هنا هياخد كوباية الرز بتاخد كوباية مية مغلية، وكوباية العدس بتاخد نص كوباية مية مغلية، يعني العدس بياخد نص كمية المية بتاعة الرز علشان ما يبقاش معجن معاكي. الناس اللي بتقولي لما بعمله بيبقى معجن وماسك في بعضه كده، عشان انتي بتحطي عقد العدس زي الرز، لا العدس بياخد نص الكمية. تمام، فانت اهم حاجه تغلفيه كويس بالماده الدهنيه وتقلبيه كده عشان يطلع مفلفل معاكي، وكمان الميه تاخدي بالك منها. انا هنا هحط ملح معلقه ونص، ونص معلقه فلفل او ربع معلقه فلفل، وطرف المعلقه كده كمون، مش هكتر الكمون قوي. تمام، وعندي الميه زي ما اتفقنا، هاخد كوبايه لكوبايه الرز، وكوبايه الا ربع لكوبايه ونص من العدس. تمام، يعني كلهم كوبايتين الا ربع من الميه. اول ما يبداوا يغلي معاكي هتطفي عليهم وتسقي بيهم على طول علشان الميه ما تقلش معاكي وتنقص معاكي في الغليان، لانك لو سبتيها على النار تغلي كتير الميه هتقل معاكي عن الكميه اللي انتي معايره بيها في الاول. تمام، خلاص كده هو خد خلاص لون حلو وفلفل مع نفسه كده وتغلف كويس. هنزل عليه بقى بالميه المغليه بتاعتي وهغطي عليه واسيبه يتشرب، بس مش عايزاه يتشرب قوي، يعني هخلي فيه شويه ميه صغيرين كده لما يتشرب، واقلبه واوطي عليه. يلا بقى نجيب حل على النار، هو هنا خلاص اتشرب ووطيت عليه، هسيبه بقى مع نفسه كده. واعمل البصلة بتاعتي في زيت يكون سخن. اول ما انزل بالبصل اهدي النار شوية عشان ما يتحرقش مني وياخد التحمير بتاعه كده براحته، وفي نفس الوقت يبقى مقرمش. تمام، هتقلبيه طبعا من وقت للتاني متسهيش عنه. شايفين خد لون ذهبي جميل ازاي ومقرمش معايا جدا؟ جربوه بالنشا كده مش هيطرى معاكي حتى لو قعد لتاني يوم. هتصفيه وتطلعيه على مناديل. هاجي بقى اعمل ال جيب بقى معلقه سمنه بلدي كده حلوه، هعمر فيها البيض بتاعي بعد ما سلقته. ادحرجه كده في الطاسه زي ما بيقولوا، بيض مدحرج، عشان ياخد لون كده ذهبي حلو. السمنه البلدي برضو بتبقى طعمها حلو قوي. طبعا لو مش عندك سمنه بلدي عادي تستعملي سمنه عاديه او زبده المتاحة عندك. تمام، هنا خلاص انا بعد ما حمرته بقى هاخد السمنة دي احطها على وش العدس مش هرميها. تمام، ولما تيجي تحمري البيض غطيه كويس بحاجة علشان بيفرقع يا جماعة. ده شكله النهائي، شايفين شكله جميل ازاي؟ والبصل مقرمش ومطريش معايا خالص ولونه ذهبي وجميل. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، استنى رأيكم وتعليقاتكم. ان شاء الله ان شاء الله ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد.